انطلقت فعاليات الدورة 38 من المهرجان برئاسة الناقد الأمير أباضة. مهرجان الفعاليات السينمائية للبحر المتوسط تحمل اسم الفنان محمود حميدة في هذه الدورة، وشارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم في فعاليات الافتتاح الذي شهد تقديم أوبريت استعراضي يحكي تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان ضحكة من القلب. وأكد مخرج الأوبريت أن فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام، وهو اضحك للسينما، فهو تجميع لمعظم كوميديانات السينما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي واستعراضي. السنة دي بنحتفل النهارده بافتتاح المهرجان الدورة 38 دورة النجم محمود حميدة. المهرجان بيضم 29 دولة وأفلام من 29 دولة، 90 فيلم. عندنا 41 فيلم عرض عالمي اول. التكريمات مختلفه، عندنا بنحتفل بالكوميديا السنه دي، والدوره كلها تحت شعار اضحك للسينما. اتمنى تبقى دوره ناجحه وفي يعني القائمين على المهرجان ناس كلها مثقفه وناس واعيه وناس عندها طموحات عاليه يعني، فأتمنى يعني تبقى دورة ناجحة إن شاء الله. طبعا سعيد إنهم بيكرموا الكوميديا والكوميديانات، وده شيء أنا بحبه جدا. آن الأوان إن الفيلم الكوميدي ياخد حقه يعني.